سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم مزيانه؟ في اطار الوجبات الخفيفه الصيفيه اللي كنحتاجوها في هذا الصيف والحال سخون، جبت لكم واحد الوصفه سريعه اللي ما توقفيش عليها اكثر من ساعه ديال المكانه في الكوزينه. هذه الوصفه اللي كنحتاجوا ليها تقريبا شي هادي عندي انا نص كيلو ديال الصدر ديال الدجاج مغسول مزيان بالخال والملحة وشوية ديال الفورص. عندي هنايا في هاد الطبيصير الصغير عندي معلقة ديال الملحة، معلقة ديال الزعتر، معلقة ديال الأزير، معلقة ديال الثومة مجففة، معلقة ديال البصلة مجففة. عندي هنايا معلقة كبيرة ديال المطاط، عندي ياغورت طبيعي، وعندي الصوجة. عندي هذه هي لا مارينات باش غادي نتبل هاد الصدر ديال الدجاج اللي مقطع. كنحط هاد التوابل كلهم في الطرف ديال البول، كنزيد عليه الخردل، هنايا زدت 3 ديال المعالق ديال الصوجة كبار. في الاخير ضفت هذاك الحك ديال ياغورت طبيعي. طبيعة الحال اللي ما عندوش اللي ما عندكش ياغورت طبيعي ديري شويه ديال لا كريم فريش، نص علبه ديال لا كريم فريش، ولكن من الافضل ياغورت كيجي زوين، كيجي شويه عاقد. صافي كنخلطوا هاد المقادير مزيان، كنغطيوه بفيلم اليمونتير ونخليوه يرتاح واحد نص ساعه. هنا في الكوكوط شديت الخضار اللي غادي نرافق بها هاد الطبق. عندي هنايا شويه ديال اللوبيا، شويه ديال الخيزو هكايا مقطع محرف، وعندي شويه ديال البطاطا. كنديرهم في الكوكوط وكندير عليهم تقريبا ربع كاس ديال الماء مخلط بواحد شويه ديال الملحه، وكنزيدو عليه وكنشعل عليه، كنسد عليه وكنشعل عليه البوطه. كنخليوه واحد قسمين ديال المكانه وهو كيطيب. بعدا كنديرو هاد الكاس طبعا هذا في ربع ديال الماء وكنسد عليه، كيصفر قسمين ديال المكانه وكنسد وكنحل عليه. هنايا ها هي الخضره ديالنا اللي دغيا كطيب في الكوكوط، عندك قسمين المكانه ما كتفوتيهاش فيها. الا بغيتي تزيدي البروكولي تزيدي البروكولي، انا ما عنديش هنايا البروكولي زيت. المهم كتصحي الذوق وكتشوفي واش مسوس ولا مالح، كتزيدي شويه ديال الملحه. في هاد الاثناء لي لامال ديال الدجاج كنديرهم في الفورص، كنديرهم نمدهم عاوتاني في البيض، جوج بيضات عندي هنايا مطربين، وكنديرهم في لا شابلور. الا ما عندكش لا شابلور هي نورمالمون لا غوسيت فيها الكونفليكس كتهرسيه وكديري، انا ما عنديش كونفليكس درت انا غير لا شابلور حيت هو اللي كان عندي موجود. صافي وكنبدا في عمليه القلي. هنا خديت واحد المقله ودرت فيها نص سيترو ديال لا كريم فريش ديال الطهي، ودرت فيها شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، ودرت فيها تقريبا شي جوج معالق كبار ديال الصوجة. الا بغيتي ديري الصوجة انا درتها هنايا لايت، الا بغيتي ديري الصوجة ثقيله كديري الصوجة ثقيله، مي انا عندي هنايا غير الصوجة خفيفه هي اللي بقات ليا. درت تقريبا شي جوج معالق كبار وتقريبا معلقة صغيرة ديال الثومة مجففة. صافي ونخليوها كطبخ مزيان هكا. الا بغيتو تزيدو عليها شامبينيون فخي كتزيدو عليها شامبينيون فخي، مي انا ما عندي لا شامبينيون فخي لا ديال العلبة، ما خليتها غير هكايا. هنا كنزيدو عليها هادوك لي بات بيني
بعد ما كنا سلقناهم شويه ديال الماء والملح ورقه موسى وشويه ديال الزيت صافي، وكنخلطوهم هكا مزيان حتى كيتشربوا هذيك لاصوص بلونش. هنا خديت طبسيل مربع، جيت للطرف ديالو ودرت فيه ثلاثه ديال الطريفات من داك الدجاج اللي قليت، وكناخذ شويه من هذيك لي بات بيني اللي تشربات بلاصوص بلونش كنديرها في الطرف، ومن بعد كنزينها بهذيك الخضره اللي طيبناها في الكوكوط اللي ما فاتش فيها قسمين ديال المكان، كنديرها من الجنب. عندي هنا اللوبيا خضراء، هنا عندي خيزو والبطاطا في الاخر. وكنرشو من الفوق هذيك لي بات، كنرشوهم شويه ديال الموتزاريلا او الفرماج حمر او اي فرماج عندكم. هنا هذا هو الطبق ديالنا النهائي الخفيف اللي كان نحتاجه دائما تكون كوجبه خفيفه في الصيف. كنرافقها طبيسلات ديال الكاتشوب والمايونيز وعصير ديال الحامض اللي غنخدمو لكم في فيديو اخر ان شاء الله. كنتمنى تعجبكم الوصفه الصيفيه، والى فيديو اخر مع وصفه جديده. شكرا البنات على المتابعه.